وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث والكاتب الليبي نزار كرقيش. أهلا ومرحبا بك أستاذ نزار. بداية، مع استمرار الاشتباكات في طرابلس منذ أيام، هنالك أنباء عن كتلة أو عن كتيبة ثوار طرابلس أنها أعلنت استعادتها السيطرة على مواقعها السابقة. كيف ترون تطور الصراع في طرابلس؟ أستاذ نزار، هل تسمعني؟ أسمعك، نعم. نعم، مع استمرار الاشتباكات في طرابلس هنالك أنباء أعلنتها كتيبة ثوار طرابلس أنها استعادت السيطرة على مواقعها السابقة. كيف تقرؤون تسارع الأحداث في طرابلس؟ نعم، أظن أن الصراع في طرابلس يعني سيكون كر وفر. لا يمكن يعني في نقطة واحدة نقول هذا الطرف استطاع أن يتقدم أو يتأخر، لأن كل ساعة تقريبا هناك خبر جديد. أظن أن هذا الصراع نتيجة طبيعية لمجموعة التناقضات التي نشأت في العاصمة الطرابلسية الليبية طرابلس، تناقضات أنشأها المجلس الرئاسي بعدم قدرته على التركيز على بناء مؤسسة الدولة، فاستعان هو الآخر يعني ببعض التشكيلات المسلحة، وأحدث تناقض يعني بين بعض الكتائب داخل العاصمة والكتائب التي ما يسمى في مدن الطوق، المدن المحيطة بطرابلس نعم. أستاذ نزار، مجلس النواب الليبي يحذر من حرب أهلية وفشل الانتخابات المقبلة، هل ترون أن هنالك من يسعى للوصول إلى هذا الهدف؟ أظن أن ليبيا في حرب أهلية منذ عام 2014، منذ دخول حفتر إلى بنغازي. هنا انقسم المشروع السياسي وانقسمت المؤسسة العسكرية، واستعان كل طرف بمجموعة كتائب. نحن الآن في حرب أهلية، صحيح أنها يعني ممكن في 2015 كانت حدة الحرب الأهلية قوي جدا لأن عدد القتلى كان كثير. الآن المعركة اتسعت، إذا نحن في عملية متتالية منذ عام 2014 هدأت قليلا بفعل اتفاق السيارات، لكن اتفاق السيارات يعني هذه الحرب مستمرة منذ 4 سنوات؟ نعم نعم. إذا لماذا لم تخرج إلى الإعلام وتبينت الصورة لنا، وهنالك صورة تقول أن الأحداث في ليبيا كانت هادئة منذ 4 أعوام؟ لا، أنا قصدي أقصد في عام 2014 اللي هو بدأت عملية الكرامة. لما بدأت عملية الكرامة في عام 2015 ازداد عدد القتلى، وصل إلى 1000 في السنة، و1000 في السنة هذا تصنيف الدولي للحروب الأهلية. كان ليبيا فيها مشروع سياسي واحد، انقسم المشروع السياسي إلى مشروعين. كانت هناك مؤسسة عسكرية واحدة، انقسمت المؤسسة العسكرية إلى قسمين. فبالتالي بعد اتفاق الطائرات هدأت هذه المسألة وأصبحنا ننظر إلى مشروع سياسي واحد. لكن مجلس النواب وكذلك مجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لم يعي خطورة الهشاشة الوضع البنيوي للدولة الليبية، فتعامل بمنطق السياسة. هذا التعامل بمنطق السياسي والكيد السياسي من كل الأطراف يعني فجر الوضع، خلق تناقضات، كل طرف يدعي أن له شرعية ولا توجد شرعية في المراحل. ما توقعاتكم للأزمة؟ هل من الممكن أن تنتهي سريعا؟ الأزمة لن تنتهي إلا بأن يجتمع كل الأطراف الليبية، ثوار 17 فبراير، أتباع النظام السابق، أتباع خليفة حفتر، كلهم يجلسوا ويضعوا خريطة واضحة ليتقاسموا السلطة فيما بينهم. عدا ذلك لن يتشكل أي نظام سياسي ولن يكون للدولة الليبية أي خيار. الباحث والكاتب الليبي من إسطنبول الأستاذ نزار قرقين، شكرا جزيلا لك.